هناك بعض الشباب من يستعمل أو يعيش في العالم الافتراضي أكثر مما يعيش في العالم الواقعي. نهار كومبلي هو حاكم غير كونيكسيون غير كونيكسيون بات تبقى له إدمان. كاين عباد يخرجوا خارج نطاق الاستخدام تاعها، فهمتني؟ المشرع الجزائري أشار إليها بمصطلح المساس بأنظمة الآلية لمعالجة المعطيات. هي نفس الإطار ولكن تختلف من طبيعة الارتكابها، من أشخاص مبتدئين إلى بعض القضايا اللي فيها نوع من الاحتراف. ما نقول لهمش حاجة، نحوها بتاع وقتنا، حتى ماشي تاع وقتنا احنا، تاع وقت أولادنا. مي يفوك تبعوهم يعني باش يكون استعمال في مكانه، عقلاني في مكانه. تصوري هذا الشيء، هذه الأداة، هذا الجوال اللي هو من المفروض أداة للتواصل يصبح مصدر قلق، مصدر للمشاكل، مصدر خوف، يعني وكأنه شبح يدخل حياتك، يطاردك ويترصدك ويعرف أدق تفاصيل حياتك. هي جرائم من نوع آخر ومن أكثر الجرائم خطورة، بمهام جديدة وكفاءة أكبر وأسرع. تعدت الأطر التقليدية للجريمة العادية لتتطور وتواكب ثورة التكنولوجيا والاتصالات وتوسع من نطاق فاعليتها ودقتها في عالم الفضاء المعلوماتي. هي ما يعرف بالجريمة الإلكترونية. تقنيات حديثة وبرمجيات ذكية مرنة مكنت المجرم المعلوماتي المتخصص من امتهان الإجرام الإلكتروني والنيل من ضحاياه بالنقر على الزر لا غير. المشرع الجزائري أشار إليها بمصطلح المساس بأنظمة الآلية لمعالجة المعطيات. إذن الجريمة الإلكترونية هي الاستعمال الغير قانوني والغير مشروع للكمبيوتر الذي يؤدي إلى عواقب وخيمة. إذن بالتعريف هذا اللي ذكره المشرع في القانون 0904 ضم هذه الجرائم المعاقب عليها قديم إلى مجموعة الجرائم اللي يعاقب عليها إن تم استعمالها بواسطة منظومة معلوماتية أو وسيلة من وسائل تكنولوجيا علم الاتصال. انتشرت الجريمة الإلكترونية لتهدد المجتمعات الدولية قاطبة وتنذر بخطورة الفضاء الرمزي، وأضحت الجزائر بدورها مسرحا لعديد الجرائم الإلكترونية التي سجلت ارتفاعا محسوسا في معدلاتها. الكونيكسيون ذكرى هي كيما الدواء، خلاص لازم تكونيكتي، ما تقدرش تصبر عليها كاع. كيما تكونيكتيش حاجه تبدا خاصتك في عقلك. لما يفتح عينه صباح اول شيء يروح له الهاتف في الفيسبوك مباشره، دليل على انه احنا الفيسبوك متعايشه معنا كانه اخ في البيت او ام في البيت. يعني انا كونيكتي H24، انا H24 اسمه كونيكسيون بو اسمه تيليفون نورمال، هذه هي جو باس ان تان فو à naviguer, etc. Mais dans le bon côté, genre dans mes études, etc. Parce que ça nous facilite la vie par rapport aux années passées et tout. Mais c'est dommage que dans nos jours, ils l'utilisent dans des trucs pas bien, genre les piratages, etc. Avec l'évolution de l'Internet, ou là n'importe qui, أي واحد يقدر يتعرض لهذا الأشياء هذو، لهذا القرصنة. دونك لازم تكون هنالك توعية من الأطفال الصغار، باسكو بوكو بليس صغار تاع البريمير هما اللي راهم جايين في لا جينيراسيون هذه يعرفوا الانترنت بوكو بليس كحنا. 29 مليون مستخدم للانترنت بالجزائر، 19 مليون منهم من المترددين على الفيسبوك،
شريحة معتبرة تدخل عصر التواصل الرقمي من بابه الواسع لتصبح عرضة لمواقف مأساوية. كديزانتيميتي أنا شخصية خاصة بنا لازم نحتفظوا بنا. احنا نشاهدوا الآن على الفيسبوك أي واحد يعرض صباحه كيفاش يفوت، نهاره كيفاش يفوت، مشيته كيفاش يدوي، واش يلبس، واش ياكل، واش يشرب، أدق التفاصيل خاصة حياته، وينساش أن هذا عالم افتراضي وفقط، يعني يدخلون ناخذوا بيانات تهمنا، الأمور تهمنا، أما فيما يخص الأمور الأخرى نحتفظ بها لأنفسنا. سيرتي وقت تشوف المواقع والناس وبزاف مشاكل والوقت اللي رانا فيه. ما دعايلا دمرها الفيسبوك بصراحه ما نكذبش عليك. انا فون دو 3 4 ans تنحي له البيكين كريز البيكين كريز دو نير حتى ترجعيها له الى ميم كاباب دو نو با مونجي وعطي له هذاك التليفون يشدو نهار كامل ويشدو بالسوايع. الوغ واش تقولي على واحد كبير ولات له نقولوا ادمان سين دروغ فوالا سين دروغ اللي ما عندهاش دواء دوكا ولا انفيس للشباب ديالنا باسكو ما ولا يديروا والو ني خدمه ني عفسه تلقاهم دائما في لا كونيكسيون تاعهم. واش حبيت نقول لك دوكا العفسه المليحه سي كو سي فري جابت لنا بزاف عفايس كساسوا لي زانفورماسيون ولا كساسوا سهلت لنا لو مود دو في ديالنا، مي دانوت كوتي الانترنت تقعد انفيس كاين وكاين سيربي ماشي سيربي شغل شوفوا فيس تاع الضحك ومي داك شوفوا فيس تاع قرايا سيربي ماشي يقول لك سيربي عفايس ماشي ملاح ضحك لي بودكاستور زعما هكذا كل إيجابية في استقرار. حكايات وقصص مثيرة نسجت عبر شاشات وهمية وفضاءات افتراضية لتتحول إلى بؤر لجرائم حقيقية. الفعل يبدأ بفعل واحد لكن النتيجة تختلف من فعل إلى تختلف من شخص إلى آخر كسوسوا الشخص اللي يدير الجريمة ولا لا بيرسون اللي تكون من لوتر كوتي تاع ليكرون دي دو بيرسون كاين اون بيرسون عندها اون بيرسوناليتي ولا شغل ما يهددوها ولا يواسوها ولا شغل ما تتهددش كاين حنا في بيرسوناليتي ضعيفة تمشي معاهم في الخط وتواسي. على هذا الأساس لازم الشريعة الجزائرية يحمي هاد المواطنين. هذا الفضاء مكن لاميا من التعرف على شخص بدون هوية واضحة باسم مستعار وملامح مجهولة. تطورت الأحداث بينهما ببطء وبلا صخب لتصل إلى نهاية مروعة بلغت حدود التراجيديا. المجرم كل الدلائل المادية التي تثبت إدانته ليتربص فرائس أخرى في موعد جديد مع التكنولوجيا. وصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقاً في الموضوع للوقوف على ملابسات الجريمة. في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اللي عندها الحساب تاعها ماري ماريا وبغض النظر على الأرقام الهاتف عندها رقمين هاتف وعنوان بريد إلكتروني عندها عنواني بريد إلكتروني لأنها كانت إطار في مؤسسة خاصة. من خلال التحريات التقنية اللي قمنا بها على مختلف حسابات الضحية الفتاة التي اختفت الضحية التي اختفت منذ 3 أيام توصلنا أنه هذا الضحية هذه اعترضت لعملية اختراق. إذن هي تخلات كان عندها رقم هاتف أريدو تخلات عليه منذ 4 سنوات. هذا رقم الهاتف يمكن تحصل عليه شخص مجهول هوية استعمله
وين اخترق لها حساب فيسبوك تاعها واخترق لها بعنوان بريد الكتروني جيميل. اذا حنا دوك نستغلوا الملازم الاول يستغل حساب فيسبوك، خرجنا جميع المحادثات اللي في الحساب الرقم الاول فوزان وعبد القادر استغلوا ارقام الهاتف واش عندها ارقام الهاتف تاعها واش تستعمل جميع مواقع التواصل الاجتماعي فايبر سناب شات تويتر اسكو عندها دوتر كونت في هذه المواقع هذا الراقب الاول حمزه والراقب وليد عليكم استغلال عناوين البريد الالكتروني تاعها عندها بريد بروفيسيونال خاص بالشركه اللي تعمل فيها وعندها بريد بمزود خدمه البريد جيميل. بعد ما اخترق حساب فيسبوك وعنوان البريد الالكتروني تحصل على صور خاصة للضحية حساب ما استقيناه من المحادثات، ومن خلال المحادثات اللي قريناها راه كان يمارس عليها ضغوط كبيرة وكان راح يحطم لها حياتها من خلال نشر صورها للأفراد العائلة أصدقائها على فيسبوك أو أيضا أصدقائها لأنها إطار في مؤسسة خاصة. هنايا لعب على الوتر أنه يحطم لها حياتها وطلب منها مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم. انعدام الوعي القانوني عند مستعملي الجهاز يخليهم ما يعرفوش الحقوق تاعهم، اما ما يعرفوش الحقوق تاعهم انهم محميين من طرف القانون، او نظرا للخوف تاعهم من المجتمع نظره المجتمع لهم تشهر بحياتهم الشخصيه. الوغ يبريفير يفضلوا يخبوا هذا الشيء باش ما يتشهرش بهم في المجتمع، باش ملوش يهضروا عليهم وما يبلغوش ما يلحقوا النتائج لا يحمدوا عقباها. عدد كبير من الاشخاص يتعرضوا الى انتهاك الخصوصيه تاعهم او نشر الصور تاعهم غير انهم يرفضوا باش يرفعوا شكاوي سواء على مستوى الضبطيه القضائيه ولا على مستوى المحاكم، كونها بالنسبه لهم راها تمس بالحياه تاعهم الشخصيه خاصه نظرا للعادات والتقاليد. اليوم تم استدعاء المركز بصفتك اخ الضحيه، وهذا للتاكد من المعلومات المذكوره في تربيه المساعده المرسل الينا من طرف الفرقه الاقليميه للداخل الوطني اللي راح شكيت عنها. فهي مواقع التواصل الاجتماعي اللي كنت تستعملهم الاخت تاعك من غير فيسبوك مثلا تويتر فيسبوك عندهم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والحساب واحد اللي هو ماريا ماري ماري. احنا ناخذ الطلب تاع الفرقه والمعلومات اللي عطيتهم لنا ناخذهم بعين الاعتبار وان شاء الله يكون فيها خير ان شاء الله. للتعرف على الجاني سخرت مصالح الدرك الوطني جل الامكانيات المتاحه والوسائل المتطوره من اساليب وانظمه حديثه للقيام بالتحريات والبحث عن المتورط في القضيه. كاين بعض القضايا اللي تتطلب خبره اكثر وتتطلب متابعه اكثر ممكن حتى مده التحقيقات تطول، ولكن في هذا السياق وحدات الدرك الوطني اي تحقيق مفتوح من طرفنا في هذه القضيه يعني نكونوا متاكدين باللي القضيه لا تغلق الا بعد تحديد هويه الفاعلين وتقديمهم امام الجهات العدليه، وهذا بالتنسيق مع مركز الجرائم الوقايه من الجرائم المعلوماتيه اللي بين مراد الرئيس اللي يقدم لنا الدعم التقني بوسائل اكثر تطورا وكذا اكثر دقه. لاحظنا في المحادثات بلي الضحية راهي رضخت المطالب نتاع هذا الشخص المجهول اللي هو المشتبه فيه هذا، وتفاهموا باه تديروا المبلغ نهار يوم الثلاثاء بالسيارة الخاصة نتاعها واحد ما على بالو. دونك اخ الضحية قال بلي واحد ما على بالو بلي هزت معاه مبلغ 40 مليون سنتين وراحت الموجهة مجهولة. بمجرد ملاحظة أي محتوى على الإنترنت من هذا النوع نقوم باستخراج جميع المعلومات الأولية ونقوم بإختيار الوحدة الإقليمية لمتابعة أو اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة. لم تأخذ القضية وقتا طويلا لفك إحداثيات معادلاتها الصعبة أمام خبرة وحنكة رجال الدرك الوطني.
تبين لهم بالتنسيق والتعاون مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة أن المجرم يقبع في إحدى مقاهي الولاية. أمام العدالة. هذا واحد تم مدة 8 أشهر. الأكل اللي قتلته هذه ضحية بهذا الطعنات. كنت أنا أحب خلعها برك. قام بسيشر شغل زرق الضربة الأولى والثانية. بعد هربت ديت المره من المال ديت سياره. يحاكم على اساس جريمه القتل مع سبق الاصرار والترصد، ذلك باستعمال ماشي الوسائل القديمه، باستعمال الوسائل الحديثه عباره عن الكمبيوتر. يعاقب على اساس القتل مع سبق الاصرار والترصد. ترصد لها لهذه الطفله وجابها ودار النيه تاعو من الاول كانت باينه وين يلحق، كانت القتل. هي عينة من جرائم أخرى عديدة ومتشعبة تباينت أسبابها ونتائجها وتنوعت أساليبها، من جرائم نشر الأفكار الضالة والمضللة والتحريض على الدعارة والشعوذة، النصب، الاحتيال، التشهير، الابتزاز وغيرها، إلى حد المساس بأمن الدولة ومؤسساتها. 2015 مثلا عالجنا 303 جريمة، 2016 538 جريمة، 2017 عندنا 909 جريمة، وهذا الثلاثي الأول من سنة 2018 راه تعدى 275 جريمة. خطورة هذه الجريمة لا تكمن في الفعل بحد ذاته، وإنما النتيجة التي يصل إليها هذا الفعل. قد يكون فعل بسيط، حنا نشوفه بسيط، إلا أن النتائج تاعو تكون جد كبيرة. تطور الابتكارات الإجرامية بوتيرتها المتقدمة قد يشكل في بعض الأحيان صعوبة للتوصل إلى المتورطين في عملية الإجرام المعلوماتي. كاين حالات وين كانوا الناس اكثر دهاء ولا اكثر خبره، وجينرمون سي دي جون اللي يكونوا عندهم اطلاع ولا معارف في مجال الاعلام الاهلي، حيث يستعملوا بعض البرمجيات وبعض الليتروجان اللي يقوموا بها من خلالهم تنصيب او نصب بعض البرامج بالحواسب الضحايا. هذه البرامج تمكنهم من استرجاع جميع المعطيات المسجله بالهاتف تاعو، يتم استغلالها ويتم ابتزازهم عن طريقها بحجه نشر ودعايه. كي راه تكوني تبيراتي راه تتعرفي على ناس اكثر منك، في لوطون اللي تكوني تخدمي لازم بينك وبين روحك تقولي يلزمني نفوت السيد هذا بنادم هذا، يلزمني نولي خير منه، ويا تمشي تلقى روحك ديره في الحرام بلا ما تحس، في شايفه تلقى روحك تذي في الناس. سعاد إطار في مؤسسة عمومية تعيش على وقع فخاخ نصبت عن بعد في جوالها لتنتهك خصوصياتها وتقلب حياتها
رأسا على عقب. وجدت نفسي أمام شبح، شبح يعبث بحساباتي، بياناتي، بتطبيقاتي، وينتحل شخصيتي أيضا، ويخترق حساباتي، يستفزني، يشغل كاميرا الهاتف تصوري، يقوم بتحويل المكالمات بتشغيل البلوتوث. يفوت يدخل لك الفيسبوك ديالك، يفوت يدخل لك الفيسبوك ديالك، صافي يدير يقدر كما نقولوا يقرعز لك لي ميساج ديالك، يقدر يفتح لك الكاميرا كي تكون تحكي، كي تكون في الشومبر ديالك، بزاف حوايج وبدا يولي فيها الابتزاز والتشهير. قمت بتغيير الهاتف، يعني 6 هواتف في ظرف وجيز بأرقام هواتف مختلفة ببريد إلكتروني آخر لكن بدون جدوى، والمشكل أقعد مطروح. لا دوكا هو كي يجبد لي فوتو ويقول لهم بيبليهم في الجروب، بيبليهم في الفيسبوك، ويوم يجيب لي إنستغرام كيش ما بالي عريتي هو. أكيد عنده مآرب أخرى يستغل الهاتف ديالي لمآرب لست أعرفها، لا أعرفها، وكل الاحتمالات واردة. كاين وسائل بزاف ما تقدريش، كاين تقدري ديري فيسبوك ديالك باش يوصلك ميساج، كيجي اي واحد يدخل يوصلك ميساج للتليفون ديالك، هكذا ما يقدروش يدخلوا لك، ما يقدروش يدخلوا في الفيسبوك ديالك. كاين لازم تبدلي المود باس وتيفيتي لي زابليكاسيون، ولو فات كي تدخلي الفيسبوك ديري الكود ديالك، لازم ديري غير كي تفتحيه، ولازم تغلقي الفيسبوك ديالك، لازم كي تكونيكتي لازم تدخل، كي تكملي لازم تغلقي الفيسبوك ديالك. هنا هذه الجرائم تتم احترافيه، لانه المجرم هنا لازم يكون على درجه كبيره من المعرفه في مجال المعلوماتيه والشبكات وما غير ذلك من تكنولوجيا الاعلام والاتصال. لي بيرات دوكا كاين يخدموا كاع باللينكس، في بي ان يبدل لك لادريس اي بي باش ما يتحكمش، باينه في بي ان باش يبدل لك لادريس، لادريس اي بي تاعو اللي راهو يخدم به. كاين الناس اللي يخدموا بالايميل الوهمي، تقدر تحكمه غير كي دير كابتر ليكرون، ما تقدرش تحكمه، هو فيسبوك يفوت لي كي دير به الجريمه ويبلوكيه، امبوسيبل تحكمه. الهاكرز يعمدون على التخفي وتقمص كل الادوار وبكل براعه، يطلقون العنان لخيالهم وتمرسهم عبر هذه الفضاءات التي لا يحدها حد. أصبحنا اليوم نعاني من ظاهرة الهاكرز أو مشابه، اللي هي اليوم عبارة على سطو مقنن لمعلومات شخصية ولحسابات خاصة بأصحابها. أبني بيراتي وما يخرجوش من ديار، كيف هيفا؟ من ينوض هو بيراتي؟ إنسان مريض، هذا مريض لازمت له يداوي، كيف هيفا؟ الله يديهم ما دلنا شغل، يديروا سكارة ما عندناش وشي ربحوا، وكانوا ما بيراتوا يدوا لي الموت باس، وما بيراتوا فصوا كومبلي أغالب مام. ما عرفت شكون؟ ما عرفتش، ما تقدريش تعرفي. الناس يتعرضوا لعمليات قرصانه وكاع، مي شغل ما هكايا يديروهم برك باش يتمتعوا ولا يجوزوا وقتهم، وهذا ما كانوش يديروا شغل فارغين، شغل اللي يتعلموا هادو ما تاع قرصانه وكاع. كاين لي فوكونت بزاف، كاين اللي يحل فيسبوك باسمك ما تعرفوش، يكونيكتي عليك شغل زعما نتايا، زعما انا شغل يحلوا فيسبوك باسمي ويهضروا بيا هكذا. كاين بزاف فرقوا بين العائلات، واعره بزاف هادي القرصان، تفرقوا، كاين اللي خرجوا من دارهم، كاين اللي تفرق مع دارهم، كاين اللي هرب من الدار، كل واحد وصرالو. لا انتي هاتوا حاجات يعني عشناها من بعد، احنا ماشي حنا مي كاين حدا احباب والناس يقولوا لنا تصبع على تصويره، راني شوفي وين وصلت، وين لحقت، ولحقت الشراع، لحقت لهذه، يعني احنا نقولوا نقصوا شويه، واللي حاب يدير الانترنت انا نقول يديروا في مكان، ويديروا في حاجه في معلومات. وقد لا تقتصر القرصنة على الأشخاص المتخصصين لتتعداها وتشمل ذوي الخبرة المتواضعة في هذا المجال، رياض واحد منهم. تخلط في الميكرو ونقصر مع أصحابي قدايا، وبدأوا يوروني بالعقل نخلطوا، نحبوا ندخلوا لي لوجيسيان نطلعوهم قدايا، طلعنا بالعقل حتى لقينا رحنا في الدرجة. بعدها جاو عباد نصحوني قالوا لي خطيك ما هادشي في راطاج قدايا، انا كنت ندخل لي بيسي تاع الناس ونشوفهم بلا كام ونشوفهم بلا تلفون كي يهضروا وكلش، وعادي قاعد يكون نابورت كي واحد يقدر يديرها. ياكل هادو ما يجوا ليهم عباد يخلصوا بدراهم باش يبيراطيلو عفسه واحد اخرى، فهمتي؟ وكاين عباد ولات حومتي يعيطوا لي يقولوا لي خلصوا بيراطينا فيسبوك، نخلصوك بدراهم وبيراطينا فيسبوك، خلصوك تشيبا تشيبا كنت نديها راك نديها.
جميع افراد شرائح المجتمع نستلم هذا النوع من الظاهره هذه وتعرضوا للاخطار وتعرضوا للعمليات نصب واحتيال تعرضوا للجرائم بواسطة هذا النوع من التكنولوجيات الحديثة. حتى لو مفارق شغون دارت العفايز حتى لقيت روحي للدرجة ماذا جاو نصحوني كما قلت لك كما كان الحال جاو نصحوني عيبات قالوا لي خطيك حرام كذا تدخل لعيبات كما ما نحبهمش الخياتي ما نحبهمش خيات الناس. أضحى التكوين اليوم في هذا المجال ضرورة ملحة لمواجهة خطر الجريمة المعلوماتية واستفحالها في مجتمعنا. عمدت وحدة مجموعة أقليم الضرب الوطني إلى في هذا السياق إلى تأطير الأفراد التابعين لها من خلال برمجة الدورات التكوينية على مستوى المجموعة وكذا المبرمجة من طرف القيادة، وهذا من أجل توجيه المحققين إلى الحيل والأنماط الجديدة المستعملة من طرف المجرمين سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى حتى الدولي، وهذا من أجل اكتساب خبرة تمكنهم من معالجة القضايا المشابهة. رغم وجود نصوص قانونية تجرم هذا الفعل إلا أن تطبيقها على أرض الواقع جد صعب، سواء لكون هذه الجريمة تتطور بسرعة فائقة ومن جهة أخرى لوجود عدة نقائص، أولها وجود نصوص قانونية لكن غياب لمراسيم تنفيذية تفعل هذه القوانين، ثانيا انعدامنا لوجود قلة مختصين فنيين خبراء فنيين مختصين في هذا المجال لصعوبة كشف هذه الجريمة. دور الأولياء يبقى أساسياً لتوجيه أبنائهم والرفع من مستوى وعيهم لتفادي زخم السقطات التي يعرضها علينا النت. الأولياء لازم يكونترون لأولادهم، لازم يشوفوهم خاطر كون هكاك ما يقدرش يتحكموا فيها. Les parents, genre ils laissent les enfants faire ce qu'ils veulent, ils ne savent pas شرام يديروا في النهار، وين راهم يدخلوا etc. donc لازم surveillance parentale c'est une obligation. كان واحد صغير في لاج في المراهقه في سن المراهقه الواحد ما يخليش على هواه، والصغير كيف كيف ما يخليش يقضي وقته، راهم بعد يتاثر له على الامتحانات يتاثر له على الدروس تاعو. بصح لازم تكون داير نظام في حياتك، جانب تاع القرايه وجانب تاع العفايس فيسبوك ومواقع التواصل كما نقولوا حنا. يجب حماية القصر من خلال مراقبتهم، منعهم من الاتصال ببرامج ما يكونوش مراقبينهم ما يكونوش مطلعين عليها، وتحديد ما حتى مدة الاتصال. قرن المعلوماتية يفرض علينا اليوم منطقه وتحدياته، فالسعي الدؤوب للتعلم واكتساب المهارات والتقنية بات اليوم ضروريا لمجابهة الأخطار المتوجسة، فالفرق كل الفرق بين من يملك المعرفة